وهسه خلينا نروح للجولة الثالثة إلى السؤال الثالث مع عائلة الزرزور. تفضلي آمنة. ومع عائلة روندوس تفضل أريد 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 آمنة. مرحبا أمينة. أهلا وسهلا. شلونك؟ الحمد لله بخير. شلون صحة؟ تمام. الله يخليك. شوي احكينا عن نفسك إذا حبيتي، عن دراستك، هواياتك، الحالة الاجتماعية. آمنة وليد زرزور، خلصة تمريض ممرضة. بارك الله بيك. هذه مهنة شريفة وعظيمة. تسلم الله يحفظك. أي. هواياتي هواية رسم. رسم؟ تصوير شوية. ظهر الله. أي. أنا شنو؟ أريز. شيلنا شوية عن نفسك بشكل سريع. خريج علوم حاسبات. أه. موظف حكومي. جميل. كشغلة أساسية. ومقدم برامج بشكل عام، أشتغل بمجال الإعلام. والفن، عازف وأغني مرات. جري نفس عميق، أكسجين وهدوء، واسمعوا السؤال جيدا. ما الذي تفعله لتهدئ غضبك؟ السؤال يقول ما الذي تفعله لتهدئ غضبك أو لتهدأ؟ سماع موسيقى هادئة. سماع الموسيقى الهادئة. خلي نشوف بالله. غلط غلط. خلي نشوف آمنة شو تقول. آمنة بجوابها على هذا السؤال، ما الذي تفعلينه لتهدئين من غضبك؟ وضوء. الوضوء. الصلاة. الوضوء لكي تدخلين صلاة يعني؟ لا، هو الوضوء تتوضئين يهدئ الغضب. يهدئ. إيه. خلي نشوف آمنة تقول الوضوء أو الغسل يعني. مو من ضمن الاحتمالات. خلي نشوف كاكا أحمد، ماذا تفعل لتهدئ من غضبك؟ أستغفر الله وأتعوذ الشيطان. أستغفر الله ويلعن الشيطان. خلي نشوف بالله. باي باي. خلي نشوف الأستاذ وليد، ما الذي تفعله لتهدئ حالك أو لتهدئ من غضبك؟ السيطرة على المشاعر، الانعزال. السيطرة على المشاعر والانعزال، هاي صار عندك جوابين. قل لي لعله أنا السيطرة على المشاعر لو أن تنعزل يعني أن السيطرة على المشاعر يعني تمسك أعصابك. تلزم أعصابك. بالضبط. خلي نشوف مسك الأعصاب أو السيطرة على المشاعر. خطأ. أريد أشوف هذول الاحتمالات. خلي نشوف أواز، قولي لي ما الذي تفعلينه لتهدئين من غضبك؟ شهيق وزفير. شهيق وزفير يعني واحد يسوي شكل. خلي نشوف. خطأ. أنا اليوم عاجبني هذا السؤال، سؤال هو سهل يعني أنا هسه أقدر أجاوب على أكثر احتمال رغم أني ما أعرف الاحتمالات، أنا ما أعرف الأجوبة بس السؤال عندي أقرأ. خلي نشوف أختي يقين، شو تقولين أنت شو تسوين حتى تهدئين من غضبك؟ يمكن الصراخ. الصراخ.